نطلع نشوف لقاءات مع لاعبي النادي الاهلي رجال اليد، نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل. Yeah, well, this season it's better because. بالنسبة له الموسم ده يبقى أفضل لأن هو بدأ من بداية السيزون اللي فات هو جه في نصه، فدي هتبقى أحسن له، إن هيدينا قوة أكتر، يبقى في تفاهم أكتر. بالنسبة له إن شاء الله السيزون ده يبقى أفضل يعني. الأهلي والزمالك في القطاع الناشئين بيبقوا في طول الفترة بتاع القطاع الناشئين بيحاولوا يستقطبوا أفضل لاعبين، لكن في الأول وفي الآخر برضه السوق محدود والاختيارات ضيقة جدا. دايما بيحب يقول إنه هيبذل أقصى حاجة أو التارجت بتاعنا ان احنا نعمل الماكسيمم واقصى حاجه عندنا. ما اقدرش اقول ان هكسب كل حاجه وهكسب ايه واخسر ايه، لكن اللي يقدر اللي في ايده انه يقدر يقول انه هيعمل اقصى حاجه عنده. اوحش حاجه في التوقعات او التوقعات العاليه، يعني انت عندك مثلا جوه مصر عندك 3 بطولات، الكاس والدوري وبطوله السوبر. قال لك لو انت حاطط في توقعاتك انا لازم اكسب الثلاثه، لو حصل وكسبت 2 يحصل لك احباط، وده في التحليل بتاع اداء الفرق او كده، ده مش حاجه صح يعني. فالطبيعي حاطط في دماغك ان انت تكسب كل حاجه، لكن اللي في دماغك اكتر ان انت تبذل مجهود في كل حاجه. احنا عارفين احنا الاهلي ولازم نحارب على كل بطوله، وده اللي احنا بنعمله جوه الملعب وبره الملعب. To try to bring the trophies to the club and then we will see. احنا بادئين بقى لنا ده الاسبوع الثالث، شغالين صبح وقت الظهر، وفي نعتبر في اخر مرحله من نص البري سيزون او فتره الاعداد. ان شاء الله هنسافر يوم السبت معسكر اعداد في سلوفينيا، هنلعب فيه ماتش واحد، وبعد كده رايحين البوسنه، عندنا بطوله قويه جدا في برشلونه وكيلسي ومونبلييه ويورو فارم، فرق من الفرق المصنفه عالميا يعني. فان شاء الله يبقى فتره اعداد قويه لينا والناس توصل للفورمه بتاعتها في اقرب وقت يعني ان شاء الله. بنشكر كل اللعيبه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت، ونتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي دخلت على الفريق السنه دي تكون عند حسن ظن الجمهور والاداره والفرقه يعني. ان شاء الله كل واحد بيموت نفسه في التمرين والدنيا ان شاء الله ماشيه كويس يعني. اتمنى ان بس ربنا يبعد عننا الاصابات والمصابين يرجعوا لنا، وان شاء الله تبقى الدنيا حلوه يعني. احنا ربنا كرمنا وكسبنا السنه اللي فاتت بطولتين مهمين او 3 بطولات مهمين، عارفين ان احنا محطوطين تحت ضغط ان احنا لازم نكسب كل حاجه، لكن زي ما كنا بتكلم مع او ديفيد كان بيتكلم واحنا بنتكلم دايما، ان الهدف مش ان انت تكسب، الهدف ان انت تقاتل على كل حاجه والمكسب هيجي بعدين، لكن الاول القتال سواء في التمرين او بره التمرين في عاداتك اليوميه، وان شاء الله المكسب بيجي بعد كده زي ان شاء الله ما حصل السنه اللي فاتت يعني. الفريق ماشي بخطه ثابته يعني، ماشيين بنظام السنه دي جديد شويه علينا كلنا. بدانا هاندبول من اول اسبوع، من اول يوم احنا في الاسبوع الثالث تقريبا دلوقتي، ويعني المدير ديفيد ما مدير فني مقسمها اسابيع، 3 اسابيع في القاهره، وبعد كده اسبوعين في معسكر خارج مصر، هنلعب ماتش او ماتشين في سلوفينيا وتمارين كتير، وبعد كده هنروح البوسنه هنلعب فيها بطوله قويه جدا، فيها برشلونه وفيها يورو فارم وفيها مونبلييه، ماتشات جامده جدا. وهنخلص وبعد كده هنرجع، هيبقى ناس لنا تقريبا 10 ايام في القاهره، ونبدا اول ماتش في السيزون ان شاء الله 1/9. في عناصر كتير جديده بلس ناس كانت مش موجوده السيزون اللي فات، كانت اصابات زي مثلا فوكس زي لاشين، وفي 2 متصاعدين اللي هم 2002، وفي 2 أو 3 جداد راضي ونبيل ومجدي. فالفريق يعني تقريبا اقل من نصه بشويه الناس اول مره تتمرن معانا، بس زي ما قلت لك السيستم بتاع الراجل، ومن اول يوم بدانا هاندبول، فيعني اكنهم بيتمرنوا معانا بقالهم فتره، فما فيش مشكله، وان شاء الله يبقوا اضافه لينا كويسه جدا السنه دي، ونكمل على الموسم اللي فات ونحقق بطولات اكتر الموسم اللي فات ان شاء الله. الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم الحمد لله مليء بالانجازات، كان في شويه دروبات كده في الاول، بس الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا ان احنا ناخد الدوري والكاس، وكان الاشتراك في بطوله افريقيا كانت هنا في النادي، وحققنا ميداليه برونزيه، وده طبعا يعتبر انجاز للبنات وان هم يشدوا حيلهم، وربنا وفقنا في اللي جاي ان شاء الله ونعمل اكتر حاجه يعني. بالنسبه للموسم اللي جاي ان شاء الله احنا طبعا بنستعد لبطوله افريقيا في الكونغو، ممكن دي يمكن استعداداتها قبل بطوله الدوري، متطلب مننا ان احنا نشتغل شغل عالي جدا وشغل مجهود طبعا مع كابتن محمد عادل مدير الفني للفريق، وربنا يكرمنا ان شاء الله يعني تبقى فتحه خير لبطوله افريقيا، ونعمل زي ما عملنا البطوله اللي فاتت، ونكمل المواسم اللي جايه ان شاء الله الدوري والكاس كده، وربنا يكرمنا في اللي جاي كله باذن الله. بدانا فتره بتاعتنا من اول شهر 7، وقدرنا ان احنا طبعا في اعداد بدني لحد دلوقتي،
بنركز على الاعداد البدني بالنسبه للبنات، عشان طبعا كان في فتره اللي هي بعد بطوله افريقيا كانوا قاعدين، فمركزين دلوقتي على حته بدني مع دخول الهاندبول وتظبيط طبعا بعض الحاجات اللعيبه، لان بقى لهم فتره كانوا قاعدين طبعا بعد الدوري، فده اللي هو يمكن مركزين فيه خلال الاربع اسابيع اللي جايين دول. ده الاسبوع الثالث بتاعنا، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله برضك نفس الكلام في الشغل بدني، فمدخلين البدني مع الهاندبول بحيث يبقى في توازن بين الاثنين مع بعض، اللي بقى بدني وهاندبول، مع البنات ما تنساش الهاندبول، وفي نفس الوقت يبقى البدني بتاعهم كويس. معانا طبعا بقول لكابتن عادل، كابتن حسام طبعا مخطط الاحمال، وطبعا الجهاز الطبي قايمين على واجب كويس جدا. يعني الموسم اللي فات كان صعب جدا، احنا تعبنا جدا وتمرنا كتير قوي، بس الحمد لله ربنا كرمنا بطوله الكاس والدوري وبطوله افريقيا، برده كنا بنعمل معسكرات كتير داخليه وكنا بنتمرن كتير جدا، والحمد لله ربنا كرمنا مركز ثالث. كان نفسنا ناخد البطوله، كانت على ارضنا وكان نفسنا ان احنا نلعب فاينل، بس ربنا يعني ما اردش كده، بس الحمد لله خدنا ثالث. ان شاء الله الموسم ده عندنا افريقيا ان شاء الله 26/9، احنا حلمنا ان احنا ان شاء الله نلعب فاينل فيها باذن الله، وبرده نفضل برده ابطال الدوري وابطال الكاس ان شاء الله يعني محلي. احنا استعداداتنا السنه دي اقوى بكتير من الموسم اللي فات، لان احنا السنه دي بادئين بافريقيا شهر 9، الدوري لسه في شهر 10، فاحنا يعني بنتمرن جامد جدا عشان خاطر احنا نبدا بافريقيا، فبطوله قويه جدا يعني، هو ده دلوقتي هدفنا يعني افريقيا اللي في شهر 9، وبعد كده باذن الله بقى نفكر بقى في الدوري والكاس. طبعا صعوبه السيزون اللي فات ان احنا كنا خارجين من خساره، فكان عندنا طبعا تحدي ان احنا لازم نرجع ناخد البطولات كلها، فالحمد لله خدنا الثنائيه المحليه، وكان عندنا بقى بعديها برضو شويه طموحنا عالي ان هو لا افريقيا دي يعني عايزين نعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، والحمد لله برضو ان احنا خدنا تالت افريقيا على ارضنا، ودي كانت اول مره في التاريخ، فدي حاجه كلنا بنفتخر بيها ومبسوطين بيها، فهي تقريبا كانت احسن ختام يعني السنه اللي فاتت الحمد لله. يعني احنا بادئين بدايه قويه جدا، تمارين فعلا كلها يعني تمارين، يعني احنا بادئين هاندبول بدري وبادئين فتنس بشكل قوي قوي، يعني حتى يعني مش زي كل سيزون اللي هو احنا بنبتدي براحتنا الدنيا بتريح مش عارفه ايه، لا احنا واخدين كل يعني التمرين كهاندبول قوي فتنس قوي الحمد لله، اعداد يعني ان شاء الله يعني يقومنا على يعني يوقفنا على رجلينا، فنعمل ان شاء الله في افريقيا اداء كويس يعني.